أردنا أن نعالج مشاكلنا أن تكون لدينا شجاعة مواجهة هذه المشاكل، لأن الموضوع صعب وشائك ومعقد ويحتاج إلى حوار هادئ وعميق. كنا في حاجة إلى لحظة سكون. إذا سكن الماء نستطيع أن نرى ما في داخله، ويصبح هو بسطحه مرآة نشاهد بها الكون المحيط بها وكذلك أنفسنا. إذا سكنت أبصرنا ما بدواخلها وصارت مرآة لهذا الكون، ولهذا لحظة سكون. لحظة سكون.